ظاهرة تهريب الوقود في ليبيا وإحصائيات لجنة الأزمة تظهر أرقاماً كبيرة تدخل إلى تونس. الآن بانوراما اليوم مع عماد الدين بالعيد. كما أعزائنا متابعين بانوراما اليوم في حلقة جديدة نتحدث فيها عن ظاهرة تهريب الوقود وانعكاسها على المشهد الاقتصادي في البلاد. بداية نشاهد هذا التقرير ثم نعود. قرار نقل اختصاصات وزارة النفط إلى رئاسة الوزراء الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية لاقى جدلا واسعا لدى الجهات المعنية بالأمر، خصوصا بعد تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق أنها الجهة الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بتصدير النفط. قرار الجامعة العربية نفسها يتكلم على أن لا يتم الاتصال والتواصل مع حكومات موازية أو مع مؤسسات موازية، فكان إصرارنا على أن تذكر المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. هذه التصريحات تلاها ترحيب من لجنة أزمة الوقود والغاز وتبعه آخر فرنسي على لسان وزير خارجيتها جون مارك إيرولت بأن المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله هي وحدها المخولة بتصدير النفط إلى الخارج. في خضم هذه القرارات والتصريحات لا تزال ظاهرة تهريب الوقود وإغلاق صمامات الغاز والنفط سيدة الموقف في البلاد. فحسب آخر إحصائية للجنة أزمة الوقود والغاز 69 شاحنة وقود محملة بأربعين ألف لتر لكل واحدة، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون لتر، تهرب يوميا إلى تونس عن طريق بوابة ذهيبة وباعتراف وزير اقتصادها، وهذا ما يغطي ما قيمته 40% من احتياجات السوق التونسية، مع تواصل الاعتصامات وإشعال النيران وسط طرقات احتجاجا على قطع الامدادات من الوقود إلى تونس من بوابتي ذهب وبنجردان، ليبقى مصير الذهب الأسود رهينة من يحكم أولا. إذن شاهدنا هذا التقرير حول والذي تضمن عمليات تهريب أخيرة للوقود وبات بالفشل نتيجة تدخل الجهات الأمنية الليبية. ورحب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو وحيد الجبو خبير اقتصادي، أهلا بك. كذلك سيد طه شكشوكي عضو لجنة الأزمة طرابلس، أهلا بك. أهلا بك سيد. وأبدأ معك الحديث سيد طه، هل لاحظتم ازدياد لتهريب الوقود خلال الأشهر الأخيرة من ليبيا إلى دول الجوار سواء تونس أو الجنوب الليبي؟ أول حاجة نقول له بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم، واللهم اجعلنا من الذين يهتدون بهديه إلى يوم الدين إن شاء الله. شكرا لك يا سيد عماد وشكرا لكم على الاستضافة. موضوع مهم جدا، موضوع يهم الليبيين. تهريب الخيرات الليبية موجود من سنوات ويزيد من فترة وينخفض من فترة أخرى، كل ما زادت القبضة الأمنية حقيقة وإعطاء الشباب الذين على الحدود حقهم تقل شبكة التهريب، وأحيانا التهريب يتم بمساعدة الجهات الدول الأخرى المجاورة لنا، الجهات الأمنية متاعها أو هيك ترخي القبضة الأمنية ويصير تهريب. نعم نعم، الملاحظ الآن أن كمية التهريب خلال الأشهر الماضية ما نقدرش نقول بالشهرين ثلاثة شهور في الحدود هدية زادت وتيرتها فعلا، لأن حسينا أن فترة السماح الحالة الجوية تحسنت وعدة ظروف يعني حتى فتح الطريق هذا حيساعد أكثر في عملية التهريب، وهذا شيء جريمة ضد القانون. طيب هل التهريب يقتصر فقط على الدول التونس و كذلك التهريب عن طريق البري بمعبر راس جدير وكذلك المعبر الذي تواجد في وازن، أما أن هناك تهريب آخر إلى دول الأفريقية في الجنوب؟ أنا نقول لك التهريب عندنا حتى جوي لو العلم، يعني أعطيك مثال ممكن بعض الناس يستغرب الشيء هذا. إحنا ليبيا طبعا التهريب البحري هذا بكميات رهيبة جدا يعني حقيقة،
ويهرب الى ويبقى يهرب الى مالطا، الى ايطاليا، الى اليونان، الدول المستفيده منه. والمستفيدين منه هم الزوارق الموجوده في البحر، يعني لا يدخل الاراضي الايطاليه ولا يدخل الاراضي المالطيه ولا يدخل الاراضي اليونانيه او القبرصيه، بل هي عباره عن شاحنات ضخمه. ممكن تقريبا عندكم صور بعض منها، انا عندي بعض الصور لهذه الشاحنات على سبيل المثال. شاحنات زي هذه ناقلة نفط فيها 5 مليون لتر، 5 مليون لتر وقود تم ضبطها في ليبيا. هذه واحدة من 7 إلى 8 واحدة بس تم القبض عليها، من بين 7 و8 يجوبون الشواطئ الليبية خاصة في المنطقة الغربية من ليبيا. هذه 5 مليون قيمتها قيمة الوقود اللي فيها 5 مليون يورو تهريب لليبيا. التجار الليبيين يبيعوا فيها ب5 مليون دينار. يعني أنا أقول لك حاجة، أنت حتى الوقوف ضد المهربين راهو صعب، راه لأن عندهم الفلوس، عندهم السلاح، عندهم السلطة والثروة والسلاح، مع احترامي للكلمة يعني، معليش يعني، وضح صعب. إذا لم يوجد القضاء ولم يفعل القضاء، وإذا لم يوجد رجال من الأمة والرجال الدين يتكلمون صباح مساء، يتكلمون هذا ضد الشريعة الإسلامية، والقانون والقضاء يتكلم أن هذا غير قانوني، والناس الاجتماعيين يتكلموا بأن هذا سلوك اجتماعي سيء. كمية الوقود كبيرة جدا، يتم تهريب من ليبيا بحوالي ربع مليار. ذكرت نقطة مهمة، هي تهريب الجوي. كيف جوي يحصل هذا؟ الوقود في ليبيا رخيص حتى بما فيه وقود الطائرات. فجينا طائرات مثلا، تو لا، لكن كانت تجينا طائرات للمطارات الليبية، جي بنص عبوة باش يعبي، رخيص من المطارات الليبية، لأن الوقود الليبي رخيص يعني عكس ضعاف، يعني تو احنا ممكن ما عندناش، لكن كانوا يستفيدوا من رخص تمن الوقود الليبي. يعني كانت الجت فيول هذا المطار، أنا مهندس طائرات أصلا، فجونا بنص عبوة، الطيارة ترفع في النقلة الواحدة حوالي 30 طن، يعني 30 ألف لتر، تجي معبية ب15، و30 ألف أرخص بلاد تشري منها وقود. صحيح، هذا عن طريق النقل الجوي. طيب سيدة وحيدة الجبو، إذا السبب الرئيسي كما يقول الخبراء هي لإدارة تهريب الوقود، رخص ثمن الوقود الليبي لأنه مدعوم من الدولة ويباع حسب بعض الخبراء بأقل من سعر تكلفة إنتاجه. هل في رأيك تحتاج الدولة لإعادة ضبط سعر الوقود ورفع من قيمته قليلا حتى ينخفض التهريب؟ أولا مساء الخير لكل المشاهدين. الحقيقة موضوع التهريب هذا موضوع قديم جديد، وهو ولكن وطبعا هو من سنوات طويلة قائم، ولكن لم يتوقف، بل زادت وتيرة التهريب في السنوات الأخرى نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا. طبعا الموضوع طبعا هذا ليه تداعيات اقتصادية. التهريب أصبح يعني مهنة لبعض المجموعات الخارجة على القانون، وأصبح طبعا يهدد جزء كبير من الاقتصاد الليبي. يعني نحن في يعني في ليبيا أعتقد أن يجب أن يكون هناك تعاون مطلوب مع دول الجوار، كل دول الجوار، وكذلك يعني يجب أن نعمل على تحقيق الاتفاقيات أو وفق الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وهذه الأطراف أو هذه الدول الشقيقة لتحقيق مصلحة مشتركة، ومن ضمنها مكافحة التهريب. طبعا تهريب قوت الليبيين سواء كان وقود أو غيره أمر غير مقبول، ولكن للأسف هو ليس الوقود فقط يهرب، بل معظم السلع المدعومة يعني وكذلك وغير المدعومة، وكذلك يتم تهريب حتى الخردة وتهريب النحاس وتهريب في الآونة الأخيرة حتى الخضروات للأسف. يعني مثال على هذا، الآن لاحظنا أن في ارتفاع في أسعار بعض الخضروات زي الفلفل، الطماطم، الثوم، الخيار، حتى اللحوم، يعني حتى تهريب الأغنام يعني، فهناك التي شهدت ارتفاع في أسعارها، والكثير من الناس لاحظوا هذا. طبعا هذا كله ليش؟ بسبب فرق العملة. السبب الرئيسي والأساسي ليس فقط يعني الوضع الأمني أو عدم قدرة الدولة الليبية على حماية حدودها، بل حتى يدخل فيه في إطار انهيار القدرة الشرائية للدينار الليبي. فأصبح طبعا الموضوع موضوع تجاري، يعني بدل ما يبيع السلعة هنا في ليبيا مثلا لنفرض الأغنام ب400 دينار، ليش ما يبيعهاش 400 دينار في تونس وهي تجيب لـ1000 دينار ليبي؟ يعني أصبحت الموضوع أصبح صعب جدا،
وتفاقم، ويحتاج وقفة من الحكومة ومن كل حتى من منظمات المجتمع المدني، لأن بالفعل طيب يهدد الاقتصاد الليبي. دور الدولة ومؤسسات الدولة الاقتصادية هل تحتاج لإعادة ضبط وفي قضية الوقود تحديدا حتى لا نذهب بعيدا في أزمات أخرى، هل تحتاج لإعادة ضبط أسعارها؟ أنا قادم لإجابة على هذا السؤال. الحقيقة في السنوات الماضية قد تحدث الكثيرين من الخبراء الاقتصاديين على هذا الموضوع، ضرورة إعادة النظر فيما يسمى الاقتصاد المشوه. دعم وقود أو دعم أي سلع يعتبر اقتصاد مشوه. يجب السلعة أن تباع بثمنها الصحيح، ولكن يجب أن يكون هناك دعم نقدي بدل الدعم السلعي. لكن حتى اللي أصبحنا كنا نطالب فيه وهو رفع الدعم عن الوقود وعن السلع المدعومة الآن لا نطالب به. معظم الباحثين والخبراء الاقتصاديين ليش؟ لأن ليبيا تمر بفترة استثنائية، الآن في أزمة في السيولة، لا يستطيع المواطن أن يشتري الوقود بثمن هو بثمن كبير، لأن أصلا هو السيولة مش موجودة في ده. فإذا موضوع المطالبة برفع هذا الدعم أو بتغيير سعر هذا أو بتحويل الدعم من دعم سلعي إلى دعم نقدي أصبح الآن يعني غير مناسب في الوقت الحالي. لكني أنا أريد طبعا أن أعرج على ضرورة إعادة النظر في السياسة التجارية بشكل عام، يعني وهي أن يجب تكون عمليات استيراد الوقود تكون حسب الحاجة أو وليس حسب الطلب. يعني لابد من دراسة الوضع، ماذا تحتاج الطائرات المصانع من وقود. كذلك أحب أن أنوه إلى أن هناك مبلغ يجب أن يخصم فيما يتعلق بالوقود، وهذا المبلغ يعني عندما نخفض من من من, من الاستيراد بدل ما نستورد مثال في 100 مليون لتر شهريا ممكن نستورد 70 مليون، 30 مليون لتر ناخذ هذه الأموال ونضعها في صندوق لتطوير ما يسمى بمصافي النفط الليبية. يعني عندنا مشكلة كبيرة، مصفات النفط في الزاوية، مصفات طبرق، هناك مصافي الآن تعمل بقدرة إنتاجية قليلة لا تكفي للسوق. فإذا نحن في هذه الحالة نقضي على جزء من التهريب وفي نفس الوقت نبني مصانع وطنية محلية لإنتاج الوقود حتى لا نعاني في المستقبل من التهريب، وفي نفس الوقت لا 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 لا, لا نبدد أموال. كذلك انضم إلي عادل عسكر عميد بلدية نالوت عبر الهاتف، أهلا بك. مرحبا بك. إذن سيد عادل، في الفترة الأخيرة قوات أمنية مدينة نالوت تحبط محاولة لتهريب 40,000 لتر إلى تونس، هل هذه العملية الأولى من نوعها أم أن المدينة أو الطرق القريبة من المدينة أصبحت ممرا لتهريب الوقود؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بإقالتكم الموقرة. طبعا طبيعة نالوت وطبيعة جميع المدن الحدودية تحت مالها لازم تكون بشكل أو بآخر مشغولة بموضوع التهريب وما إلى ذلك. وطالما في تفاوت في الأسعار بين دولة ودولة مجاورة، مثلا دولة عندها أسعار مدعومة ودولة ما عندهاش أسعار مدعومة، فهذا طبعا يفتح الباب للتجارة المتبادلة أو التجارة الموازية وما يسمى بالتهريب. طبعا الحد بين ليبيا وتونس خاصة من جهة مدينة نالوت ومدينة وازو وما إلى ذلك حد طويل، وفي غياب الاجهزه الامنيه اللي مش قادره انها تضبط حتى تضبط التهريب او على الاقل تحد التهريب، اضطروا مجموعه من الشباب بما فيهم المجلس العسكري والسريانيه وحرس الحدود وما الى ذلك الى تشكيل ما يشبه بحائط بشري او حائط مكون من مجموعات لحمايه التهريب. لان في الفتره الاخيره طبعا ما انهيار الدينار الليبي زي ما اشار بعض الساده خلى جميع السلع تهرب خاصه من الاغنام ومواد غذائيه وما الى ذلك، فيعني فرغت البلاد تماما من السلع الغذائيه ومن الاغنام ومن اللحوم وصارت اسعارها حتى اذا وجدت صحيح طبعا لا تفضل. بالنسبه للوقود طبعا صار فيه ضبط، هو الحد دائما مسكر لك لان الحد طويل ويصعب السيطر عليه، ولأننا وصلنا لوضع يعني مزري صراحة، فكان في مبادرة تلاحمت في أكثر من جهة باش تسكر الحد وتمنع التهريب بشكل كامل، وهذا اللي واقع منذ فترة بعد قيمة 3 أسابيع. يعني في جهد كبير جدا للدهراء الحد بحيث أنه يضبط ويمنع عملية التهريب بأي شكل، لكن طبعا هذا جهد متطوعين ونص الناس الموجودة في الأراضي متطوعين
واستمراره طبعا يحتاج الى دعم ويحتاج الى جهود كثيره. طيب سيد عادل، الان بلديه نلود تعتبر من المدن الحدوديه والقريبه من تونس، هل هناك تنسيق او محاوله التواصل بين الجهات الامنيه في المدينه وبين الطرف الاخر في ادهابها؟ يا اخي المشكله ان المدن الحدوديه هي منطقه فريسه لاي اجراء يتخذ. عندنا 3 سريع تو مسكرين الحد، ما فيش ولا سياره بنزين اجت المنطقه. المواطنين قاعدين لان فيه خلينا نقول التهريب ما يتمش في الحد، التهريب يبدا من نقاط توزيع الوقود. مضيات التهريب موجوده في نقاط توزيع الوقود قدام الغادي. والمنطقه هذه مجرد منطقه مرور فقط، تو لما تسكر الحد 2 3 4 7 مسكر ما فيش ولا سياره جت للمقطع عقابا على تسكير الحد، لان مافيات التهريب موجوده في نقاط التوزيع. وسيارات التهريب تطلع من نقاط التوزيع مباشره للتهريب. فلما تسكر الحد عقبت المنطقه وعقبت مدينه هنوت ومدينه وزن وما الى ذلك، وما فيش ولا سياره تنزيله او سياره وقود بشكل عام. نعم هذا الكلام سيد عادل يقودنا ان ظاهره تهريب الوقود ليست ظاهرة فردية بل هي أصبحت أكثر. هذا يقودنا سيد عادل أن ظاهرة الوقود أصبحت ليست ظاهرة فردية وإنما أكثر لجريمة منظمة تشارك فيها جماعات محلية وخارجية. هي جريمة منظمة. أقول لك اليوم المنفذ الذهبي مسكر، وعلاش مسكر؟ مسكر الجانب التونسي لأن فيه مشاكل صارت على في منطقة الذهب الحدودية، لأنهم معترضين على تسكير الحدود، لأن فيه شريحة من الناس عايشة على التهريب وعلى البضائع المهربه اللي تخش لهم المدينه. فالمنفذ مسكر من حد امس لان فيه اعمال شغب وناس من اشقائنا في تونس محتاجين على تسكير الحد وعلى ان ما فيش حاجه تخش لهم الحد، فقاموا باحراق الاطارات واثاره الشغب وتسكر الطريق تماما على العبور. اليوم الناس ما تقدرش حتى تخش تونس. ف يعني الناس هنا توري زي ما قلت لك فريسه لجميع الممارسات التهريب، سواء انت اتخذت اجراء تراقب داخليا من الناس اللي توزع في البنزينه زي ما قلت لك حتى من صف الزاويه ومن الناس حتى المقابله من الجهه الثانيه من تونس. اصبحنا زي ما قلت لك فريسه لممارسه التهريب وما الى ذلك. الان الشباب قايمين بجهد كبير جدا على الحد بحيث انه يمنع تهريب اي شيء خاصه تهريب الماشي الفتره الاخيره صارت يعني بشكل يطبق جميع ماشي في ليبيا تنقطع بالجهاد. وهذه تمر من خلال في 300 حتى 500 كيلو متر في شاحنات وما فيش حد يتكلم فيها غير توصيل الطاقه، فيفترض فيها حتى البوابات الامنيه الموجوده في الطريق في المناطق البعيده تمسك، لان معروف جميع السعي الشرقه والجنوب يتجه طالع للجهه الغربيه، فالمفروض مقاومه التهريب تبدا من نقاط اخرى بعيده جدا عن الحد. لكن تبدا الموجود الوضع الموجودين فيه ان المنطقه القريبه من حد والمدن القريبه من حد هي الوحيده التي تلام على التهريب، وطبعا هي ما تقدرش ما عندهاش جيوش باش تقاوم المغربين. لا اعتقد ان احد يلوم المدن الحدوديه سيد عادل، ولكن طبيعه اعتبارها ارض او معبر للتهريب جعل عليها العين اكثر. وشكرا لك سيد عادل عسكر عميد بلديه نالوت، وكذلك للجهود المبذوله من الجهات الامنيه في المدينه لمكافحه هذه الظاهره. سيد طه الشكشوكي، الان البعض قد يتساءل من المواطنين، طيب الدوله الليبيه في حاله يمكن أن نعبر عنه بضعف وغياب لمؤسسة أمنية لولا بعض الجهود لبعض قوات الأمنية وكثائب التوار التي تحاول التقليل من هذه الظاهرة، طيب أين دور الدولة التونسية في ذلك؟ لا يضر التهريب الوقود هذا باقتصادها أيضا؟ أنا أقول لك صادف أني كنت رئيس للمجموعة الليبية المطالبة بالسجناء الليبيين في الخارج، وخدينا تولينا الملف الشباب الليبيين المسجونين في تونس، والتقينا حقيقة مشكورين جدا بالسيد رئيس الجمهورية التونسية، وتلقينا مع من رئيس المجلس التشريعي والعدد من الوزراء، ولقينا الحقيقة أن الدولة التونسية تحاول أن تفرض سيطرتها على جميع التراب التونسي، ولكن الجنوب عندهم خارج السيطرة. يجب أن نعلم هذا، يعني الدولة التونسية عندها جزء من الجنوب التونسي، جزء من الجنوب التونسي خارج السيطرة، يعني هذا لازم نعرفه. والتهريب في ليبيا لا يتم إلا بمساعدة بعض المرتشين من بعض الأجهزة الأمنية الموجودة عندهم في الدول المجاورة، لا يتم بدون علم الأجهزة الأمنية في دولات. وأنا أقول لك حاجة، التهريب الوقود الليبي يؤثر في الاقتصاد الدول المجاورة، يؤثر في الاقتصاد التونسي، يؤثر بتأثير كبير، يعني زي ما يؤثر على ليبيا. احنا اللي بنقوله الحل اللي في ايدينا الآن لهذه المشكلة الذي بين أيدينا هنا هو أن يلتقي قادة المجتمع وليس القادة السياسيين. القادة نحكي عن قادة المجتمع، الجمعيات الأهلية، المشايخ،
رجال القضاة ويلتقي في البلدين ويصدر العديد من البرامج التوعوية حتى يشوه صورة المهربين. ولكن اعتماد على العامل الشعبي أو الاجتماعي يبدو غير ناجح خصوصا في الشقة التونسي، لأن كثير من العائلات والشباب في مناطق جنوب تونس تعتبر تهريب الوقود والسلع الغذائية والكهربائية هي وظيفة يمتهن منها، وهناك تنسيق حتى مع الجهات الأمنية التونسية في ذلك. شاهدنا تلك الصور من بعض دوريات حتى الأمن التونسي تساعد بعض مهربين الوقود في السد أو في الخندق الذي تم حفره. أنا التقيت مع بعض المهربين في الجنوب التونسي على سبيل المثال، قال لي أني أصلي ليبي، من حقي ناخذ النفط الليبي، بأنت بصبرتك تونسي، ما خشيت معنا خدت بصبرتنا زايدة، علاش أنت تونسي؟ يقول لك أني ليبي. التونسي اللي يهرب يقول لك أنا ليبي بما فيهم رجل الشرطة، يقول لك من حقنا. كيف يصير رجل الشرطة؟ أنت رجل باهي ودولة قانون ودولة مؤسسات في حكومة تونس أو دولة تونس أنك أنت تسمع في تهريب الوقود. أنا أقول لك لنا فيه ملايين، الناقلة النفط تيمترون هدية فيها 5 مليون دولار، 5 مليون يورو، يعني مبالغ كبيرة أنت تحكي عليها، لا يستطيع أن يقاومها الشخص الذي يعتمد على الراتب. لكن لازم نقوله كلمة حق، ما شاء الله على بعض الشباب التوار وبعض الأجهزة الأمنية الموجودة في ليبيا. صحيح. ما شاء الله. أنا نعطيك مثال، الناقلة تيمترون على سبيل المثال تم مساومة التوار شباب أسود البحر الليبيين على أن يرجعوا هذه الناقلة لما تم القبض عليها، عندي التاريخ متاعها، أن يرجع ما يخلوهاش تمشي لطرابلس لأن يعرفوا السلطة في طرابلس، كان مشيت لطرابلس ضاعت التيمترون هذه الناقلة هي، فساوموا الشباب الليبيين ما شاء الله عليهم، قالوا لهم يكلم فيهم المالطي باللاسلكي يقول لهم خلوها في الزاوية أو في صبراتة وتاخذوا 1 مليون يورو كاش. الشباب رد عليه واحد من أسود البحر الليبيين، قال له ليبيا مش للبيع. الشباب الليبيين هم والله على ما أقول شهيد، الشباب الليبيين هم لهم أكثر من 4 شهور مخدوش من ليم، ليبيا مش للبيع، مش براتب. ليبيا حب، ليبيا بقاء، ليبيا وطن، ليبيا لا تباع بالك. لكن بعض الضعاف يعتقد انه يستطيع ان يبيع من حصته في ليبيا. شو الحصة؟ شو معنى حصتك في ليبيا؟ انت تبيع يا اخي، انت المهرب تاخذ في حاجه من بيتك من اسرتك وتعطي فيها للاجنبي، ولما ولد اخوك وامك واختك يبوا شيء هذا ما يلقوش شيء، انت خائن للعائله. انا نقول لك تهريب الوقود خيانة، ويجب أن يوضح هذا لجميع الناس، يجب أن تشوه صورة المهربين. وأنا أقول لك الموضوع مش بسيط، لكن والله على ما أقول شهيد، واللي خده النفس هو اللي يأخذها، اللي خلقها هو اللي يأخذها. الحمد لله. سيد وحيد الجبو، حتى المهربين يبدو أنهم لا يفهمون ما مدى خطورة تهريب الوقود الليبي إلى الخارج. هذا الوقود، وين كانت ليبيا دولة مصدرة النفط، ولكن هذا الوقود يأتي مكررا من الخارج وتدفع ليبيا أموال من أجل إعادة تكريره وإخراجه في بنزين ومشتقات نفطية وغيرها. ما مدى خطورة، أنت كخبير اقتصادي، تهريب الوقود كيف سينعكس على حياة المواطنين في ليبيا ومن بينهم المهربين وعائلاتهم؟ ولماذا يتم استيراده ويتم دفع العملة الصعبة عليه؟ لماذا لا نخصص جزء من هذا المبلغ الذي يتم يعني تهريبه أو هذا الوقود الذي يتم تهريبه لصناعة ولاستخلاص مصفاة، بناء مصفاة جديدة حتى تتمكن هذه المصفاة من إنتاج ما تحتاجه الدولة الليبية فقط وليس كما هو حاصل الآن؟ يعني الحقيقة الآن أرقام كبيرة جدا تقوم شركة البريغا باستيرادها، لا أعرف هل بناء على دراسة أم لا، أم أن هي كميات بس يجيبوا فيها ويحطوها في الخزانات. الحقيقة هذا الموضوع يعني كما أسلفت أن على أن 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 طبعا تهريب الوقود أو غيره هو أمر غير مقبول، وهو أمر طبعا يهدد الاقتصاد الليبي، وهو تكلمنا عليه، وخاصة الاقتصاد الليبي في هذه الأيام أو في هذه السنوات يعاني من مشاكل كثيرة ومش ناقص. يعني أنا أعتقد أن وزارة الخارجية الليبية هي مطالبة أنها تتصل بالسلطات المعنية في دول الجوار بضرورة تبني خطة مشتركة مع السلطات الليبية لمكافحة التهريب، لأن استمرار التهريب هذا ليس فقط يضرب الاقتصاد الليبي ولكن يسيء حتى للعلاقات الأخوية مع دول الجوار. وأحب أن أؤكد أن التهريب ليس مع تونس بس، هناك العديد من دول الجوار يعني يتم فيها عمليات تهريب، هناك مع الشقيقة يعني لربما تكون الشقيقة تونس يعني أكثر تهريب كما أسلفت حضرتك وقلت أن
أكثر من 70 شاحنة يوميا تحمل أكثر من 2 مليون لتر تهرب إلى تونس يوميا. فطبعا أو 70 نعم يعني تقريبا يعني ربما، ولكن التهريب الحقيقة قد وصل حتى إلى كما أسلف الأستاذ. طيب سيد محيط قبل نذهب لفاصل باختصار وصل حتى للنيجر ولتشاد ولمصر والسودان. هذا معلوم لدى الجميع، ولكن هذا التهريب للسلع المدعومة ومن بينها الوقود سنتحدث عنه أكثر وانعكاسه على الحالة الاقتصادية للمواطن الليبي. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود. عدنا إليكم مجددا والحديث لازال متواصل على ظاهرة تهريب الوقود وانعكاسها على المشهد الاقتصادي في ليبيا. لازال معي هنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، كذلك معي طه شكشوكي عضو لجنة الأزمة طرابلس، وانضم إلي الآن حافظ جمعة عميد بلدية الزوارة، وكذلك مصطفى الشريف آمر الكتيبة 32 مشاة من سبها المكلفة بتأمين محطات الوقود في الجنوب الليبي. أبدأ معك سيد حافظ جمعة، أهلا بك سيد حافظ. أيوة. تحياتي لك، هل تسمع علي؟ ألو سيد حافظ، نحن في الاستماع. أهلا أهلا وسهلا بك. طيب سيد حافظ، مدينة الزوارة يدور الحديث كثيرا حول ما مدى تهريب الوقود من هذه المدينة إلى تونس، هل لديكم معلومات أو أرقام؟ لا، ليس لدي أي معلومات في هذا الموضوع. لا. طيب هل هناك جهات أمنية قامت بضبط في داخل المدينة أي عمليات لتهريب الوقود وكذلك ضبط المهربين؟ لا، ليست لدي معلومات. الموضوع الذي سنتحدث عنه هو اجتماع اليوم فيما يخص المنافذ، لا أظن أن هناك موضوع تنقل في موضوع تهريب الوقود، ليس هذا موضوعنا حسب ما أعتقد. طيب إذا ليس لديك معلومات حول تهريب الوقود في مدينة الزوارة، إذا ماذا عن المحافظ الآن واجتماعكم مع الوزير؟ ما يخص الاجتماع اليوم هو ما يتعلق بالمنافذ وكيفية التعاون بين البلديات الحدودية مع إدارات المنافذ في على مستوى ليبيا ككل، وهذا طبعا ما تطرق له وزير حكم محلي وكيل وزارة الداخلية اليوم، ويعني تم الاتفاق على إمكانية يعني إعداد مقترح لتسيير المنافذ على مستوى ليبيا، وتكون هذا المقترح وهذه الآلية يعني مقترحة من وزارة الداخلية لتنفيذها على كل المنافذ والمعابر الليبية. هذا ما طرقنا اليوم في هذا الاجتماع، وأبدأ كل عمداء البلديات الحاضرين استعدادهم للتعاون مع إدارات المنافذ في سبيل طبعا توفير الخدمات للمواطن وللمسافر، مع الضغط على وزارة الداخلية لتمكين نفسها في المنافذ وتوفير ما يحتاجه أو ما تحتاجه المنافذ، حيث أن غياب وزارة الداخلية في كل الفترة الماضية أنبك المشهد على المنافذ، وأصبحت المنافذ في أمس الحاجة لأدنى الخدمات، ولكن وزارة الداخلية لم تقدم أي شيء لهذه المنافذ، مما جعل البلديات يعني تشتغل على توفير الإمكانيات للمنافذ بدل ما تشتغل على خدمات المواطنين. طيب هل توصلتم إلى صيغة قرار معينة حول التنسيق بين هذه البلديات؟ لا، ليس قرار وإنما بعض التوصيات للتعاون بين البلديات وبين إدارات المنافذ ووزارة الداخلية ووزارة حكم محلي لتسهيل عملية العمل داخل نطاق المنافذ في كل أنحاء ليبيا، سواء كانت المنافذ البرية والبحرية والجوية. وهل هذا في رأيك هذه التوصيات ستسهم في التقليل ولو قليلا من ظاهرة تهريب الوقود وبقية السلع؟ والله هو ليس كان محور نقاشنا هو تهريب الوقود، ولكن ما يتعلق بالمنافذ وإداراتها، فيما تعلم حضرتك أن في بعض المنافذ إلى حد الآن لا يوجد لديها مدير منفذ، وهذا طبعا من اختصاص وزارة الداخلية، ولكن التقصير يعني فعلا اتضح أن وزارة الداخلية قصرت في الفترة الأخيرة من متابعة هذه المنافذ. أما عملية التهريب هذه طبعا من اختصاص إدارات أخرى مثل الجمارك وبعض الإدارات الأخرى التي تشتغل داخل نطاق المنافذ، والتهريب دائما طبعا كل الجهات وخاصة البلديات يعني يعانوا من هذه الظاهرة ويكافحوا طبعا قدر المستطاع، ولكن من الضرورة أن تكون هناك إدارات المنافذ يعني قوية تشتغل على توقيف عملية التهريب سواء كانت السلع وغيرها حسب القوانين المشرعة داخل الدولة الليبية. شكرا لك حافظ جمعة مدينة بلدية زوارة على هذه الإضافات.
أنا بالسيد مصطفى الشريف آمل كتيبة 32 مشاة من سبها. أهلا بك سيد مصطفى. إذا حتى يجهز مصطفى الشريف أعود إليك سيد وحيد الجبو، كنت قد قاطعتك قبل الفاصل حول الحديث عن خطر تهريب الوقود على الاقتصاد الداخلي الليبي. طبعا هو الخطر قائم، ينهك الاقتصاد الليبي، يسبب في فقدان كمية كبيرة من العملة الصعبة طبعا هذه التي تم دفعها من الاحتياطي الاستراتيجي الليبي. يعني الحقيقة طبعا أعتقد أن حتى هناك يعني مكافحة التهريب بشكل شامل أو 100% هذا طبعا مستحيل، لا يمكن. طبعا ظاهرة التهريب موجودة في العالم كله، ولكن هناك حلول قد يعني تسبب للمهربين انهم جزء كبير منهم يتخلوا على هذه المهنه الغير قانونيه، يعني بحيث انه هو لو الدينار الليبي يعني التأم الجراح وعادت ليبيا الى وضعها الاقتصادي السابق وانتهى الانقسام السياسي وانتهى الانقسام الاقتصادي وعادت المؤسسات الاقتصادية وتم اتخاذ سياسة نقدية واضحة في وجيدة في مصرف ليبيا الأمر، وتم ضخ النفط بكميات كبيرة الأمر الذي يرجع تعود القدرة الشرائية للدينار الليبي، هذه ناحية. وطبعا في هذه الحالة تصبح ليس هناك فرق عملة. احنا نعرف أن الموضوع الآن التهريب هو مش مربوط بس بفرق العملة، ولكن زاد توتيرته بعد انهيار القيمة الشرائية للدينار الليبي. والنقطة الثانية وهي إعادة النظر في عملية شراء هذا الوقود أو عملية الدعم حول بناء مضخات ومحطات تكرير للوقود، هذا قد يحتاج لوقت، ولكن الحلول ولكن لابد أن تبدأ، هي يعني يجب أن تكون ولكن تحتاج إلى دولة أكثر استقرارا من الوضع الذي نشهده الآن، ولكن يجب أن نبدأ. نعم، ولكن الآن هل تعتقد أن السلطات الليبية الموجودة يجب عليها أن تتخذ خطوات جريئة في مجال رفع ولو قليل من أسعار الوقود حتى يخف ضرر التهريب، لأن المهرب يستفيد من فارق من الأسعار، ولكن هل ارتفاعها لو بنسبة 15% أو 20% كنت قد أجبت على هذا السؤال. أولا هو رفع الوقود 15% هذا لا يعني شيء، حيستمر التهريب، ولكن كنت قد أجبت. الآن عندنا في ليبيا مشكلة العملة، السيولة غير موجودة، رفع سعر الوقود طبعا حيزيد في تفاقم المشكلة وحيؤدي إلى زيادة المعاناة للناس، ولكن هناك في هذه الفترة حلول أخرى. لابد لوزارة الخارجية الليبية أن تقحم الجانب في هذه الدول الشقيقة وأن تبين لها خطورة هذا الموقف، وأن استمرار عمليات تهريب أي سلعة في ليبيا إلى هذه الدول إنما يضر الاقتصاد. وأنت تعتقد أن الدول المجاورة لا تملك علم بهذا الموضوع؟ لا، هي تملك، ولكن يحتاج الدولة الليبية إلى عملية ضغط، فوزارة الخارجية الليبية مطالبة بالقيام بهذا الضغط لحتى هذه الدول. ثانيا لابد الدولة، أي لحظة نقطة مهمة جدا، لابد الدولة الليبية كما تعمل الآن على بناء الحرس الرئاسي وغيرها من القوات أن تحاول قدر الإمكان أن تقوي حرس الحدود. ثالثا يجب الجهات المعنية بمكافحة التهريب أن تأخذ حقها كاملة حتى لا يتم اختراقها يعني، ويتم توفير كل الإمكانيات المطلوبة. لكن النقطة التي أحب أن أؤكد عليها هو أنه يجب أن يتم إعادة النظر في شراء الوقود برمته، لكن مش في هذا الوقت، في وقت آخر لما تتحسن فيه السيولة، ولكن بشرط ان 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 هذه ان ان شراء هذا الوقود لا يتم حسب يعني الطلب، ولكن يتم حسب الحاجة. يجب الوقود اللي تشتريه أو أي سلعة الدولة الليبية يكون كافي لمدة 3 شهور 4 شهور لعدد الليبيين فقط، ولا يتم. أنا نلاحظ الآن في استيراد كميات كبيرة من هذا الوقود، من يش عارف لمنه ولماذا تبقى في الخزانة، يعني كميات غير مدروسة. هل عدد السيارات لابد من عمل دراسة نعرف سكان ليبيا زادوا، السيارات زادت، نستورد حسب المطلوب أو حسب الحاجة وليس حسب الطلب. طيب جميل، انضم إلي مجددا وعاد معي مصطفى الشريف آمر الكتيبة 32 مشاة من سبها. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله والمشاهد الكريم، تحياتي لك سيدة مصطفى. أنتم إذا مكلفون بتأمين محطات الوقود ومحاربة ظاهرة تهريب المحروقات إلى الخارج، في رأيك هل هناك ارتفاع في نسبة تهريب الوقود خلال الأشهر الأخيرة، وكيف يجري عمل الكتيبة في هذا المجال؟ تحياتي لك وتحياتي لليبيا جميعا، وربي يهدي النفوس إن شاء الله.
يا اخي بالنسبه لتهريب الوقود هذا مش غير في الجنوب، هو تهريب الوقود هذا في ليبيا بصفه عامه ليس في الجنوب فقط. طيب يا سيد مصطفى، نحن كنا نتحدث عن وكان معنا عميد بلديه زواره وكذلك تحدثنا عن تهريب الوقود الى تونس وغيرها، ولكن في مجال اختصاصكم نتحدث في الجنوب الان، كيف تجري عمليه تهريب الوقود؟ وهل تجاوز الامر دوائر فرديه لتصبح جريمه منظمه؟ نعم، تهريب الوقود في الجنوب احنا طبعا الكتيبه 32 مشاة مكلفين من وزاره النفط ومشتقاتها بحمايه بمكافحه التهريب ومربوطين مع كل بلديات الجنوب بأخكام وبجريات رسميه. اي منطقه في الجنوب بلديه تكون فيها بلديه لما نطلعوا لها سياره وقود تمشي لها اكيد انها تختم على الورقه اللي هي طالع الشعار بتاع المستودع سبع النفطي، لما يطلع السياره طبعا عندها شعار، الشعار هذا يمشي للمحطه اللي هي في هذه البلديه والبلديه تختم عليها وتختم عليها تختم عليها البلديه وتختم عليها محطه الوقود اللي هي مشيت لها برقمها وتجينا احنا طبعا تكون سليمه هذه. ولكن المشكلة احنا اللي نعانوا من المحطات، نبدأ فيه محطات بعض المحطات تكون ما يشنا بيها وما يش ماشي وفق ال كيف يجري تهريب الوقود من المحطات؟ انا نتهم كل المحطات، انا نتهم المحطات اللي هي ما يشنا بيها وما يش كويسة هي اللي نتهمها، لكن الاجراء بالنسبة للاجراء من مستودع سبع النفطي يطلع بجراء سليم. طيب حتى نوضح اكثر، خروج الوقود عبر السيارات من مستودع المحطات يتم بشكل سليم، ولكن عملية التهريب تبدا من داخل المحطة التي استلمت هذا الوقود. نعم، هذا اللي وجه فيه لك تو الكلام اللي وجهه لك بهالشكل. احنا عندنا اجراء سليم يطلع من المحطة، احنا موجودين عندنا لجنة أزمة متفقين احنا وياها داخل مستودع سبع النفطي، ما يطلع إلا الإجراء بإجراءات سليمة، يطلع من المستودع سبع النفطي من الشركة مثلا زي ما تقول من الراحلة أو من شرارة. طيب سيد مصطفى، لماذا لا يتم محاسبة هذه المحطات التي تقوم بتهريب الوقود سواء بفرض حراسة عليها أو إيقافها عن العمل حتى تلتزم بالقوانين الموضوعة من قبلكم ومن قبل لجنة الأزمة؟ والله تو حتى تو الآن في محطات موقوفة عن العمل الآن. واحنا درنا برنامج ثاني قاضي المحطات، قعدنا نحاربه في السواق راسا تو. المحطة حاربناها بعدة حاجات. تم تغريب تغريم المحطات مبلغ مالي، تم تسكير المحطات قفلها بمدة، ودرنا هذه الحاجات كلها لكن لقينا ولا جدوى في هذا الموضوع. بعد مده تلقى المحطه مفتوحه من قبل البلديه اللي هي معها او بواسطه او باخرى. بعدين احنا قعدنا تو نديروا في عمل ثاني، قعدنا نحاربوا في السواق راسا باش نشعفوا السواق مره ثانيه، لما انت المحطه اللي هي ماشيينها معناها يفضي فيها طول، ما يقدرش يقولوا له امشي يمين، لا ماشي صار معناها يمشي صار. قعدنا نشعفوا في السواق، نحبسوا في السواق والموضوع كله منا نحطه في راس السواق باش السواق يشعف ويخاف من هذا العمل. شكرا لك مصطفى الشريف عامل كتيبة 32 مشاة المكلفة بتأمين محطات الوقود. سيد طه الشكشوكي، أزمة الوقود تبدو هي أكبر من أزمة اقتصادية، هي أزمة اجتماعية وأزمة غياب لروح الوطنية من قبل هؤلاء أخلاق. المهربين أعطيها اسم حقاني، أزمة أخلاق. الشعب الليبي يعاني من أزمة أخلاق، أكبر أزمة احنا كلجنة الأزمات واجهتنا هي أزمة أخلاق عند الشعب الليبي. ما كشفته ثورة 17 أن العديد من الليبيين عندهم مشكلة في الأخلاق، العديد ما نقولش كل الليبيين، ما عاد الله نقول كل الليبيين، بعض من الليبيين قد تعرى وظهر أنه هو لا يخاف لله ولا يخاف الرسول ولا له علاقة بالإسلام، بل يخاف من عصاة القذافي، خوفه من القذافي ولم يكن خوفه من الله، بدليل أن لما مشت عصاة الطاغية أصبح يدير ما يبي. احنا اعتقدنا انه هو ناس طيبه وناس باهيه وتخاف الله وتخاف الرسول، ابدا ما فيش منها الدواء هديه، يصلي ويسبح ولكن ليس له علاقه بالله، العباده عنده عاده وليست طيب. عباده. ولكن في رايك، هل الدوله الليبيه هناك حكومات متعاقبه مرت على ليبيا من 2011 حتى الان، وهناك الان مجلس رئاسي يبدو انه يعاني قليلا في فرض سلطاته في بعض المدن وخصوصا في الجنوب الليبي، هل الدوله الليبيه قادره على تقديم شيء الان لهذه الظاهره، ظاهره تهريب الوقود؟ وهل تعتقد
أن رفع الأسعار قد يخفف من الأزمة؟ بما أن احنا تو معنا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتحت البند السابع واحد، احنا اللي بنقوله والاتحاد الأوروبي يعرف والأمم المتحدة تعرف أن من يهرب الوقود هو من يهرب المخدرات والخمور والسلاح والبشر، هي نفس الشبكة الذي يستطيع أن يهرب. وأنا استغربت من بعض الناس اللي تكلموا معاك إن ما يعرفش، ما عندهش علم بأن هناك تهريب، هذا ما نعرفش يعني بصراحة، لأن أكبر خزانات موجودة على الساحل يعني بصراحة يعني. وتبان بالجوجل، يستطيع أي مواطن يعني ندعو أي ليبي يخش على جوجل إيرث يشوف المنطقة هذه اللي يحكي عليها، تلقاها موجودة خزانات على الشاطئ تهريب الوقود. وأنا نقول لك حاجة، توجد دول أجنبية غير عربية لها علاقة بتهريب النفط الليبية، أكثر سلعة هي تهرب هي النفط لأنها سلعة وتباع على داخل البحر لسفن الصيد الأجنبية، سفن الصيد المالطية واليونانية والقبرصية، ويعبوا فيها أرخص يعني ما تمشيش للأراضي، تعبي للواحد. احنا بنقولوا حاجة، علينا ليس مكان إلا بالمكان بالإمكان إلا مكان أن نحفز داخل الشعب الليبي، نقولوا لهم أيها المواطنون الليبيين راهو اللي تهرب فيه هذا حرام، هذا ليس تجارة بل هذه سامحوني في الكلمة حقارة، هذا دناءة. طيب سميها، سمحني في الكلمة، كلمات ممكن تعجبكش أنت لكن هذا لازم يسمعها الشعب الليبي. طيب هذه ليست. أعود لسيدة وحيد الجبو قبل أن أختم معك سيد طه. سيدة وحيد، هذه الأزمة الاقتصادية هل في رأيك ستؤثر مستقبلا على المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية للبنك المركزي؟ لأن الاستنزاف الآن في استيراد هذا الوقود تتم من المخزون بسبب توقف الإيرادات. طبعا هو الاستنزاف في التهريب، الاستنزاف والتهريب وهبوط القيمة الشرائية الدينار الليبي، طبعا هذه كلها تعجل بمشاكل يعني كبيرة جدا للاقتصاد الليبي. يعني نحن الآن أمام يعني كما يقال مفترق طريق، يعني احنا الآن في أزمة كبيرة، وعلى كل الناس أن تعي أن هذه مسؤولية وطنية، وأن أي تخريب يحدث في الاقتصاد الليبي سيعود في النهاية على الليبيين كلهم. لكن موضوع الأنانية هذا موضوع يعني طبعا عويص جدا، وهو من ضمن أزمة الأخلاق. حب الوطن وحب ليبيا هذا هو هذا الشيء الذي يجب أن نرسخه في أبنائنا عن طريق التعليم مدرسنا، أن نبين لهم أن تهريب أي شيء أي سلعة، حتى كما أسلفت ليس وقود، هناك تهريب حتى خردة ونحاس وألومنيوم ذكرت أنا الكثير. الآن المصيبة بعد تدني الدينار الليبي أمام الدينار التونسي وأمام جميع العملات الأجنبية، أصبح في تهريب حتى للحوم للأغنام للخضروات لكل شيء. فطبعا هذه يعجل ب انهيار يعجل بانهيار الاقتصاد الليبي، لكن يجب أن يكون هناك حل برمته. لا نستطيع أن نقضي على التهريب بشكل كامل، لكن علينا كدولة ليبية أن نعمل إصلاحات اقتصادية. على فكرة موضوع البنزين والوقود، حتى في داخل المدن هناك ليس تهريب ولكن هناك تبذير. الآن احنا نشاهد أن الشوارع مزدحمة، ليش؟ لأن الوقود بثمن بخس جدا، ولهذا كل واحد ياخذ سيارته يطلع بدون بدون هدف، أو عنده هدف أو ما عندهش هدف، ويزاحمك في الطريق. وهناك من يسمى مش عارف يسطرب ولا يعني كلام كثير نسمعه، ونلاحظ أن هناك استهلاك زائد عن الحاجة. وكما يحصل في موضوع الكهرباء، احنا طبعا خبراء الكهرباء أكدوا أن تونس الشقيقة تستهلك في رغم أنها 13 مليون تستهلك في قيمة في كمية الكهرباء أقل من ليبيا. فإذا نحن لينا عندنا مشكلة كبيرة أخلاقية، وعندنا مشكلة كما أشار السيد طه، وعندنا مشكلة استهلاكية. استهلاكنا يجب أن يتم الترشيد، ترشيد الاستهلاك في الوقود في الكهرباء في كل ما هو متعلق، لأن الوضع أصبح خطير والاقتصاد الليبي مهدد، وأصبحت الآن حياتنا يعني أو وضعنا الاقتصادي يعني بين قوسين أو أدنى كما يقال. ولهذا علينا أن نعيد التفكير، وأن نكتف خاصة منظمات المجتمع المدني من الدورات التثقيفية لإعادة ترشيد الاستهلاك لتبيان أو تبين خطورة هذا التهريب. طيب. على الاقتصاد الليبي. سيد طه شكشوك، يترك لك المجال لكلمة أخيرة قد توجهها لمن يقوم بعملية تهريب الوقود والسلع الأخرى. أنا بنوجه كلامي إلى كل الشباب على الحدود، على الثغور، العين التي ساهرة على حدود ليبيا،
ونطلب من الجهات المختصة أن تدعمهم، لأن الإمكانيات اللي عند المهرب عنده سيارة فيها مكيف وفيها الأكل ومشروب وكل شيء، في حين أن الشباب اللي واقفين على المنافذ الليبية ما عندهاش حتى مية باش يشرب. أنا نقول ساعدوا شبابنا، أعطوهم الأولوية، هذا هم حرس ليبيا، أعطوهم سيارات المكيفة، سيارات الحماية، أعطوهم الرؤية الليلية، نظارات الرؤية الليلية، قوموا بإقامة الحواجز وديروا الأسلاك الشائكة على الحدود الليبية، وهيا نتعاون. هناك في تونس من يستمع إلينا، وهناك في تونس من يريد أن يمنع التهريب، لأن العديد من شركات التونسية اللي داخل متضررة، الشركات التي تدفع في الضرائب في تونس متضررة من هذا التهريب. احنا اللي بقوله ويجب علينا أن نعيد النظر في محطات الوقود داخل ليبيا، صحيح. يجب، وشركات التوزيع الوقود الشرارة والراحلة وليبيا نفط والطرق السريعة، طيب علينا طيب أن نعيد النظر فيها. طه باختصار، هل هناك فعلا محطات وقود وهمية فقط موجودة على ورق وتستلم حصتها الشهرية واليومية من البنزين؟ أكثر من ذلك، حتى محطات وقود موجودة فعليا، يعني أعطيك في بعض المدينة، مدينة صغيرة جدا بجانب الحدود الليبية، فيها بجانب الحدود التونسية فيها 12 محطة وقود، سكانها كلهم 10,000، 12 محطة وقود في مدينة عندها 10,000. طيب اتضحت الصورة، شكرا لك طه الشكشوكي عضو لجنة الأزمة طرابلس. شكرا سيد وحيد، انتهى الوقت. الخبير الاقتصادي كذلك شكرا لك لتواجدك معي، كذلك الشكر لعادل عسكر عميد بلدية نالوت، أيضا حافظ جمعة عميد بلدية زوارة، وكذلك مصطفى الشريف عامر كتيبة 32 مشاة المكلفة بتأمين محطات الوقود في الجنوب. وما الشكر لكم ولكم أنتم أعزائي المشاهدين، حتى لقاء آخر استودعكم الله.